نكمل بقى الموضوع بتاعنا. دي المحاضرة التانية، دي برضه جاية على جزئين. ده الجزء الأول، أول حاجة هنتكلم عليها العقود الإدارية. يعني إيه عقود إدارية؟ كلمة إدارية ما تعنيش هنا إدارة، لأ، عقود إدارية يعني أي عقد مصدر ماله مال عام. يعني العقد ده أو قيمة العقد دي نازلة في الخطة من ميزانية الدولة، يعني من الآخر عقد حكومي، سواء كان وزارة، محافظة، محليات، زي ما قلنا قبل كده، كل دي اللي هي السلطة المختصة اللي قلنا عليها الايه؟ اوتوريتي، اللي بيمثلها في الغالب رئيس الوزراء اللي هو الفيرست اوثورايزد بيرسون، اللي هو السلطة المختصة الأولى اللي هو رئيس مجلس الوزراء. وكل وزير بقى بيبقى اوثورايزد على الوزارة بتاعته، والمحافظات والمحليات والحاجات الحكومية، ده يبقى اسمه عقد إداري مش عقد مدني، وهنشوف الفرق دلوقتي. الأول هنتكلم على مراحل الصناعة. مراحل الصناعة اللي هي الكونستراكشن اندستري، اللي هي صناعة التشييد. احنا ناس مهندسين وعايزين ندرس بقى العقود الهندسية وكده. المرحلة الأولى بتاعت أي حاجة اللي هي الفيزابيليتي ستادي. تقريبا أنتوا درستوا الموضوع ده، دراسة الجدوى، وباختصار بدون ما نخش في تفاصيلها هي ايه، ليها كذا حاجة، بس التسلسل اللي يهمني اللي هي الدراسة الفنية والاجتماعية والاقتصادية ان جنرال. يعني المرحلة الثانية بعمل انفستيجيشن وسايت ريكونيسانس والتحريات وبرنامج الديزاين والرسومات الهندسية اللي هي التخطيطية اللي بيقوم بها المهندس المعماري. وبعمل بقى ديت بتشمل تحريات واستكشافات الموقع اللي هي من عليها سايت ريكونيسانس والرسومات والتصميمات اللي هي الهندسية. المرحلة الثالثة ان انا جاهز بقى تندرينج اللي قلنا عليها قبل كده، اللي هي مستندات الطرح، جاية بعد كده هنعرف ايه هي مستندات الطرح. المرحلة الرابعة اطرح بقى المشروع، يعني اعلن عنه طرح اللي هو اعلن عنه في الجرايد، واستدعي المقاولين يجوا يشتروا الكراسات، دي اسمها مرحلة الطرح. بعد كده المقاولين بيدرسوا المشروع وايه ويقدموا الاوفر بتاعهم. المراحل دي المرحلة بقى اللي بتيجي بقى بعد كده بعد ما يتقدموا بعطاءاتهم، اللي هي مرحلة الايه الاوائل اللي هي الاسناد، اللي هي بقى بعدها بيجي الطعام. وبعدين يعمل الاكسكيوتنج بقى، مرحله التنفيذ، ننفذ المشروع. وبعد ما ننفذه واحنا بننفذه بنتابع، دي المراحل الاساسيه المتابعه والتحكم. طبعا في من بيندرج تحتها شغل تاني وحاجات، عامله زي بالظبط المين بروسيسز، وكل بروسيس بيندرج تحتها جروبس، يعني زي مثلا ما قلنا قبل كده الانيشيشن والبلاننج والحاجات دي في المانجر، دي المونيتورنج اند كنترولنج. واخر حاجه بقى بنتكلم عليها اللي هي البريليمينري هاندنج اوفر الاستلام الابتدائي. وبيجي برضو في مرحله تاسعه اللي هي الاستلام النهائي، وبتبقى بعد فتره الضمان، دي المرحله. احنا لسه بنتكلم في العقود الاداريه. العقود الاداريه، العقود عموما يا اما مدنيه يا اما اداريه. المدنيه اللي هي تخضع للقضاء المدني. طبعا احنا مش هندرس بقى القضاء وكده، بس برضو تبقى عارف ان القضاء المدني فيه المحكمه الابتدائيه، وفي الاستئناف، وفي النقض، وبعدين في الدستوريه العليا. الحاجات دي بيلجا لها واحد عامل شقه قانون جديد، اتنين اختلفوا مع بعض في عقد مدني، واحد مأجر شقة، واحد بيشتري شقة، واحد معاملات مدنية ما بين الناس وما بين بعضها.
لكن اي عقل ماله ده مال خاص برايفت، لان العقود بابليك سيكتور وبرايفت سيكتور. بابليك اللي هو العقود الاداريه او الحكوميه، لكن المدنيه بتاخد القانون المدني، المحكمه الابتدائيه والاستئناف قلنا عليها، وبعدين بعمل قضيه ابتدائيه برفعها بعد كده الطرف الثاني، اي طرف خسر من حقه يستأنف، برضو اي طرف خسر من حقه يعمل ايه نقض. ده التسلسل الطبيعي بتاع القضاء المدني. لكن الاداريه بقى مجلس دولي اللي هو القضاء الاداري. الابتدائيه بالنسبه للعقود الاداريه اللي بتوازي المحكمه الابتدائيه في القضاء العادي اللي هي مجلس الدولي، وبعدين الايه القضاء لو في استئناف بتروح لايه للمجلس الاعلى القضاء الاداري، ده اللي بيقولوا عليها اللي هي المرحله التاليه للقضاء الاداري اللي فوق مجلس الدوله. المهم اللي يهمني في الموضوع ده ان انا هنا ايه بطبق القانون المدني، هنا بطبق القانون الاداري. القانون ده ملوش علاقه بالقانون ده قانون لوحده وده قانون لوحده. والعقود الاداريه برضه يعني مثلا لو موظف حكومه في مشكله بينه وبين الجهه الاداريه او الوزاره، من حقه ما يجي يرفع قضيه ما يروحش في القضاء العادي، لا يروح للقضاء الاداري اللي هو مين؟ مجلس الدوله. هو ده اللي يهمنا في المقام الاول. الاستئناف بيمثلها بالنسبه للقضاء العادي في الاداريه اللي هي الايه القضاء الاداريه العليا، يتكلم على العقود الاداريه. اي عقد عموما توافق الرابطين يكونوا كاملي الاهليه على التزام مقابل اجل، هتلاقي فيه تعريف كتيره، ده افضل تعريف شامل وايه وافي للموضوع، لكن ممكن تعريف العقد ده يبقى طويل قوي. هو ده التعريف اللي انا يهمني انك انت تبقى عارف. اتنين كاملي الاهلية اتفقوا على مشروع، واحد هيدفع وواحد هينفذ، واللي هينفذ ملتزم بالتنفيذ مقابل مادي، في مقابل مادي. اي عقد اداري بقى عشان اميزه لازم يشترط فيه التلات شروط دي. طبعا الكتاب انت لازم الكتاب تقراه، ده مرجع ليك هيفيدك جدا. لو انت ما عندكش خلفيه عن الحاجات دي كلها، انا طبعا كان ممكن ايه نتكلم على العلاقات كده على السريع، لا لازم تبقى فاهم العمليه ديت علشان وانت نازل تبقى عندك خلفيه قانونيه جيده، وتبقى فاهم العلاقات ما بينها وما بين بعضها وانواع العقود والكلام ده، لازم الكلام ده كله يتقال. فانت مطلوب منك تقرا الكتاب لو تكرمت من الجلده للجلده، فره انا ما بقولكش احفظ حاجه، بس حاجه زي دي انا مش طالب تحفظها، بس ايه تبقى عارفها كويس جدا. والصفحه دي دايما بسال فيها، لازم الاداره تبقى طرف. طيب لو الاداره طرف والاتنين دول مش موجودين ما بقاش عقد اداري. طيب لازم يتعلق بنشاط مرفق عام، طريق، كوبري، انفراستراكشر، محطه كهرباء، مستشفى، مدرسه. طب لو اشترط دول وما كانش ده موجود بعقد اداري، لا لازم التلاته مع بعض يتضمن شروطا استثنائيه، لان مفيش عقد اداري ما الاداره مش طرف فيه. يعني ما ينفعش انا وانت نيجي نعمل عقد انك انت تنفذ لي محطه صرف صحي، لا لازم يبقى الطرف احد الاطراف، اداره يا اما بشخصه يا بتوكيل عنه، ولازم يبقى مرفق عام، ده وضع طبيعي. طب افرض الاثنين دول اتوفروا وما كانش في شروط استثنائيه، ما بقاش عقد اداري. يعني لو في عقد اداري معمول ما بين وزاره ومقاول وبيعمل كوبري وما فيهوش الشروط الاستثنائيه، ما بقاش عقد اداري. المقاول يدي عدم اختصاص ويرجعها للايه للقانون المدني او المحكمه المدنيه، المحاكم المدنيه يطبق عليها القانون المدني، ما يطبقش عليها القانون الاداري. ليه؟ لانه ما حطش شروط استثنائيه. ايه الشروط الاستثنائيه؟ حاجه تبين مدى فخامه وسياده الدوله. يعني مثلا هديك مثال صغير، دي عامله زي علاقه بين الاسد والفار. انت راجل مقاول عندي، لو اتاخرت عامل عليك غرامات تاخير. طب يا باشا لو انت اتاخرت عليا بدفع الفلوس مفيش مشكله، ربنا ييسر ان شاء الله، انت راجل وطني تحيا مصر.
نو بروبلم. يعني طب يعني حضرتك انا اتاخر انت تعمل عليا غرامه تاخير، وانت لو اتاخرت عليا الفلوس اتخرب بيتي واتسجنت. يا اخي حين ميسرة ربنا يسهل، لما تيجي ميزانيه ما تبقى تيجي فلوس. الله ده احنا سالفين، خليك راجل وطني. ده العقد الاداري لازم يبقى فيه الشروط الايه الاستثنائيه. عشان كده الشركات العملاقه الاستثماريه لما بتيجي تعمل مشاريع انا بيشترط شرط التحكيم. هنشوف الموضوع ده. لو اشترط شرط التحكيم يهرب من الحته دي بقى اللي هي ايه، يرجع للعداله. ما كانش هنا يرجع لليونيسترا في امريكا اللي هي محكمه الايه، محكمه التحكيم الدولي العالمي اللي هي مركزها، اللي هي يونيسترا المركزة في امريكا. ده الهيكل او الهيكل الهرمي لاي وزاره، بدءا من وزير لرئيس الهيئه بالتصنيف اللي انت موجود وليه التكمله بتاعتها هنشوفها. وكل واحد من دول بيندرج تحته الايه الجوب ديسكريبشن بتاعه. دي ادارات، كل دي ادارات ما عدا المستشار الفني. حتى المستشار الفني ممكن يبقى مكتب وعنده مهندسين، وفي الغالب يبقى دكتور مهندس. دي التكمله بتاعتها بتاعت الادارات، تبقى برضو ايه عندك فكره عنها. ده الهيكل الهرمي اللي احنا بنقول عليه، اللي هو ايه يعني مثلا لو انا هنا عندي شغل ولا حاجه بعمل التقارير بتاعتي برفعها للتجهيزات، في التصميم عندي المعماري والانشائي والصيانه والكهرباء، كل دول بيرفعوا تقاريرهم لمدير عام التصميم وهكذا بقى. ودي الاثنين كومبايند مع بعض بيوريك التنظيم لاي هيئه حكوميه. وده موضوع برضو ايه تبص عليه كده وتتمعن فيه، عشان حتى انت لو مقاول باطن او لو مقاول رئيسي عند اي شركه هتلاقي المشاريع العملاقه دايما اللي احنا بنتكلم عليها، احنا بنتكلم على مشاريع كبيره مش مشاريع صغيره، مشاريع عملاقه، مدينه جديده، انفراستراكشر، صرف صحي، ميه، محطه صرف، كوبري، اي حاجه من دول. حتى لو انت مقاول باطل لازم تبقى عارف ايه علاقه المقاول اللي انت واخد منه بالموضوع، وده موضوع عقد اداري ولا عقد مدني، واذا حصل خلاف هيحصل ايه. تبقى فاهم دي ايه امكانياتك، ايه علاقتك بالمقاول الرئيسي، والمقاول الرئيسي ايه علاقته بالمالك وعلاقته بالاستشاري. ده عقد اداري، يبقى تبقى فاهم يعني ايه عقد اداري، لان معظم العقود اللي احنا بنشتغلها سواء انا سب كونتراكتور او كونتراكتور هتلاقي نفسك شغال بتعمل شغلانه صغيره ب 10 مليون ب 15 مليون كسب كونتراكتور، واخدها من مين؟ واخدها من مين كونتراكتور اللي واخد مشروع ب 600 700 مليون، واخدها من مين؟ واخدها من هيئه قناه السويس، من هيئه الابنيه التعليميه، وهكذا. وان شاء الله نكمل الجزء الثاني بعدين. شكرا.